السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوصفتنا سوف نحتاج إلى بطاطس. هنا أنا لدي 3 حبات، لدي هنا فلفل ألوان حبتين، لدي هنا دجاج، دجاجة مغسولة مع الجلد، وزن دجاجة 900 غرام، لدي هنا مشروم، علبة مشروم، لدي هنا بهارات. نحتاج إلى معلقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور، فص ثوم، نحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة قرفة، وملعقة صغيرة بهار مشكل، كركم ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر، وملعقة صغيرة تقريبا فلفل أسود. سوف نحتاج هنا إلى ورق العنب، كما ترون هنا ورق العنب غسلته من الماء المالح الذي يكون فوقه. سوف نحتاج فيما بعد إلى، هنا لدي ثوم، وهنا لدي عصير ليمونة، وسنحتاج إلى القليل من زيت الزيتون، لكن سيكون مرحلة أخيرة الليمون والثوم والزيتون في آخر الطبق. الآن سوف نخلط المكونات. في طنجرة أو في صحن كبير أو أي شيء سوف نضع المشروم، سوف نضع الخضار، البطاطس والفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر يعطي طعم لذيذ جدا للأكل. سوف أضع الدجاج، الدجاج يقطع حسب الذوق، أنا قطعت قطع كبيرة عادية. يغسل جيدا بالملح والليمون، نضيف البهارات على هذا الشكل ونخلط الكل جيدا. نضيف الملح، لا تضعوا الكثير من الملح لأن الليمون، وفيما بعد سوف نضيف الليمون وأيضا ورق العنب حامض فيها نسبة من الملح. نخلط أيضا جيدا الملح. الصينية الخاصة بالفرن سوف أبدأ بوضع أوراق على هذا الشكل، ورق العنب. سوف أضع 3 طبقات فوق بعض. سوف أكمل الكمية. هنا أكملت 3 طبقات. سوف أضع الخضار على هذا الشكل. في هذه الوصفة لن تحتاجوا إلى الماء، لأن سوف نكتفي بعصارة الماء من الخضار وأيضا الدجاج. سوف أضع الدجاج على هذا الشكل، الصدر في الجهة من تحت. هذه هي صينيتنا، سوف أضعها في الفرن حتى ينضج اللحم وأيضا الدجاج والخضار. فأغطيها بورق ألومنيوم على هذا الشكل، فقط مجرد تغطية خفيفة. سوف أدخلها للفرن ساخن على درجة 200 لمدة تقريبا ساعة أو ساعة ونصف حسب الدجاج، نوع الدجاج كبير صغير. صينيتي جاهزة. هنا لدي الليمون، سوف أضيف عليه هنا كما ترون الثوم. إذا لم ترغبوا في إضافة الثوم والليمون وزيت الزيتون يمكنكم الاستغناء عنها، لكنها بالأمانة تعطي مذاق جديد للوصفة، فإضافتها جيدة للوصفة على هذا الشكل. هذه هي وصفتنا، أتمنى أن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.